ليلى عبد اللطيف بتقول اكتر 3 ابراج محظوظه في النصف الثاني من 2024. اول حاجه معانا برج الجوزاء. برج الجوزاء دوت من يعني الابراج اللي عندهم طاقه ايجابيه كبيره جدا، وعندهم طاقه هتتوجه نحو العمل لتحقيق الاهداف، واذا كان في علاقه هتزيد مشاعرك تجاه شريك حياتك. وعندنا برج العذراء ايضا من الابراج المحظوظه، وعندهم فرص جديده في انتظارهم، والشهور القادمه بتحمل لهم اخبار رائعه وعرض عمل جديد او مشروع جديد. الثور لو كان الشهور القادمه هتجلب زواج العازبين وفتره مليئه بالفرح والطاقه الايجابيه.